بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مرحبا بقناة الباهية في هذه القرية الحدودية، قرية العابد، بلدية البويه، دائرة سيد جلالي، ولاية تلمسان. هذه القرية التي تعرف بعاداتها وتقاليدها، ومن بين العادات والتقاليد لهذا هذه القرية وهو عرش أولاد نهار أولاد سيد الشادلي. في هذه المناسبة بحفل تكريم المقدم بن طيبة عبد القادر، وهو أبونا وشيخنا وتوفي رحمة الله عليه. ومن بين المبادرات التي تقوم بها المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وهي خدمة المجتمع المدني وتكريم أبطال الثورة ورجال الدين. وبهذه المناسبة أشكر قناة الباهية التي تزورنا في حفل تكريم وترحم من بين أحد أعمدة الحضرة ومن بين الركائز الأساسية لهذه القرية، فأنتم مشكورون على هذه الدعوة، والشكر الجزيل لكم. وهذه الذكرى لن تنسى، ذكرى السيد بن طيبة عبد القادر. وهذا بن طيبة عبد القادر في الكلمة اللي فاتت باش نقول بن طيبة عبد القادر، قلت بالكلمة بن طيبة محمد لأنه مات مع في المعركة في 61 في الحيرش. بتن عن سكان قرية العابد، نرحب بالقناة الباهية والتي تعتبر يعني أول زيارة لها بيبالية على ما يبدو بالنسبة للعابد. مرحبا بكم، وهذه المناسبة هذه قضية الحضرة نتاع يعني كما شغل حفل تكريم للمرحوم اللي نتاع المقدم نتاعنا نتاع الحضرة رحمه الله، المقدم بن طيبة عبد القادر رحمه الله. يا مزيان بلادنا هي بالذات والعادة الكل واللي تبعهم. الكتابينية لأحد شيوخ المنطقة ومعروف كما يسمى في هذه المنطقة بالمقدم، وهذه إحياء أولا تأبينية له، وإحياء يعني لتاريخه وماذا فعل في هذه المنطقة، وكذلك هي استمرار ومتابعة لأولاده وذريته ويعني جميع سكان المنطقة لما فعله، لأن هذا كله في طريق الخير إن شاء الله. فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحوه بكرة وأصيلا. الله تبارك وتعالى في حديث القدس يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.